طيب كلام مهم بقى بشكل عام. بص يا شباب، بالنسبه للفتره ديت ما ترموش ودنكم لاي حاجه معديه. يعني المشكله في الناس الخفاف اللي هو كلمه توديهم وكلمه تنزلهم، ولو واحده مثلا زميلتك، اصل في بنات كده تحس ان هم ايه، هم مش سماويين وقاصدين، هم كده طبيعتهم، يعني هو ربنا خلقهم كده، هي كده اصلا جيناتها كده، تحس ان هي ماشيه توزع سم على خلق الله، وتلاقي دايما كلامها كده في حته عوجان، اللي هو اي ثينك يعني ان احنا دلوقتي في شهر، داخلين على شهر 6، يعني مينيمم خالص اصلا يا بنتي ان انت تكوني بادئه من 15/5 تحلي امتحانات شامله. انت هتحلي امتحانات شامله فعلا؟ يعني هو احنا في نقل، احنا في ثالثه ثانوي يا بنتي، انت ازاي اصلا وتلاقي عارفين ربيت به تعدي، انت ما تجننيش تقعد تعمل كده. وبرده في الشخص بقى الاسلام طبعا مش هيعملوا كده، بيبقى الشخص ابو العريف، عارف اللي هو ايه. بص وانا شايف يعني ان ايه الفتره ديت، يعني في اليوم 5 امتحانات شامله في كل ماده، ولو انت رجعت مثلا باب من كل ماده في اليوم، مش اكتر من كده، يعني احنا مش هنموت نفسنا برضه. وانا شايف بقى ان احنا هنقعد من درس مش عارف الفيزياء، شايف الفيزياء اصلا انتوا يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع، فيزياء ايه؟ والله العظيم اسهل ماده، والله تلاقيه دايما الصبيان هم في نوعيه من الصبيان كده، هو عايز يبقى قاعد في القعده عامل كده، ومحسسك بقى ان هو ما بيجيبش مجموع، اسالني بيجيبش مجموع. طيب فانت ما تبقاش شخص خفيف، خليك دايما في طريقك، وحياتك كلها كده، مالكش دعوه بحد. اقول لكم حاجه، انتوا ما بتسابقوش بعض شباب، اسمعوا، ما فيش حد من اللي قاعدين بيسابق التاني، والله انت بتسابق نفسك في طريقك، بل بالعكس، يعني زميلك اللي جنبك لو جاب مجموع كويس صدقني والله العظيم هينفعك، وخليكوا صافيين مع بعض. يعني حاجه حلوه جدا ان يبقى حد من زمايلك دكتور شاطر، مهندس شاطر، الراجل شاطر في مجاله ايا كان المجال، مصلحه يا عم، يعني حتى لو بنتكلم بمصالح الدنيا مصلحه، واللي هي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الحديث ده خطير والله العظيم خطير، الناس اللي بتتكلم شباب الحديث ده خطير، تعرف يعني ايه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ يعني انت لو ما بتحبش اخوك اللي انت بتحبه لنفسك انت ما امنتش، يا لهوي يا لهوي، ده مصيبه. وزي ما اقول لك احنا مش مدرسه مثلا المزاريطه الابتدائيه للبنات علشان انا عايزين نشوف مين اللي هتطلع الاول على الفصل، مش الكلام ده. لو انت بقيت دكتوره زميلتك مش هتاخد منها درجات ولا هتديها درجات، فانتوا الاثنين تبقوا شاطرين، دي حاجه كويسه. هقول لكم حاجه، يعني المثال ده انا بحب اقوله جدا عشان يبين لكم قد ايه انتوا كلكم هنا من الباجور او يعني تبع مركز الباجور هتنفعوا بعض. المثال الاول اللي هو دفعه 34 وهم اكبر مني بسنتين كليه، كانوا عاملين جروب اسمه باجوريانز، فكانوا عاملين داتا بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه. الداتا ديت بيقعدوا مع الدكاتره يخلوهم يسجلوا شرح حاجه معينه، اشطر دكتور في كل ماده يروحوا له ويطلبوا منه يسجلوا حاجه معينه، بعد ما يسجلوها يا اما تبقى صوت وصوره يا اما تبقى صوت بس، وهم يحولوها الانيميشن. الانيميشن ديت يعني انا المونتاج اللي انا بعمله في فيديوهاتي كله قص ولزق، يعني يعتبر ما عملش فيديوهات، ما عملش مونتاج يعني في الفيديوهات، قص ولزق حرفيا، واكبر الصوره وانا واكتب شويه حاجات وخلاص. انما هم لا، الحاجات انا فاهم يعني ايه مونتاج، ولما كنت بشوف الفيديو لا هم تعبوا، الحاجات ديت نسخ، ان هو الدكتور بيبقى بيتكلم في حته فيقوم جاي جايب لك الصوره على الحاجه اللي هو بيتكلم فيها، بعد كده يزوم لك والزوم يتنقل وهو بيتكلم، وبعد كده ينقل في صوره ثانيه ويرجع لنفس الصوره. الموضوع ده بياخد مجهود ابن اللذين. فانا كنت قابلت واحد منهم بقول له انتوا عملتوا كده ازاي؟ قال احنا كنا عاملين جروب، بما ان احنا كلنا من نفس المركز فكان التواصل سهل، فكنا عاملين جروب مقسمين الشغل علينا طول السنه، فلان بيروح للدكتور كذا بيتابع معاه الاناتومي، فلانه بتروح لكذا، ومقسمين الشغل. بعد ما يرجع في 2 أو 3 هم مسؤولين عن الانيميشن والمونتاج هم اللي بيخلصوه. لحد دلوقتي هم دفعه 34، الدفعه اللي موجوده اللي هي قبلكم 41، ان شاء الله ربنا يوفقكم كده وتدخلوا، هتبقوا انتوا دفعه 42 يعني ان شاء الله، اللي عايز يدخل الطب يعني مهم او اللي هيلحق. ف 42 ل 34 حوالي 8 دفعات اهو، لحد دلوقتي الكلام دوت موجود، والدفعات اللي هي في سنه اولى بياخدوا الفيديوهات دي ويستفيدوا وفي ميزان حسناتهم ان شاء الله. انا بسمع من دكاتره كتير يقول لي انا نفسي في دكتور اشعه شاطر في الباجور، انا نفسي في دكتور تحاليل، ما لكوش دعوه بمعامل التحاليل العاديه دي، في تحاليل معينه انا عايز دكتور شاطر يعملها، في اشعه معينه، اصل الاشعه مش انت هتدخل تحت جهاز وخلاص، محتاج دكتور شاطر يقول لي نفسي حد من دفعتي كده يبقى شاطر في الاشعه. انا ليه كل المرضى اللي عندي ببعتهم لفلان فلان بتاع شبين ولا ببعتهم مصر؟ لو حد هنا في الباجور شاطر كنت هبقى مبسوط وهشغله، يعني ماديا حتى هشغله بقى، اقول له اجيب له زباين وده اجيب له زباين. طبعا مش شغل، مش بيضحكوا على الزباين يعني وشغل عموله، لا هما الاثنين شاطرين، فمش محتاج يصفر المرضى يعني ايه زباين، مش عارف حسيت ان الموضوع سائل.
فدي حاجه، دي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه، بص يا شباب، يعني لو محدش هيعرف يقرب من ربنا في الفتره دي، انا مشفق عليه جدا، لان الموضوع هيبقى صعب جدا بعدين. يعني لو انت ما قربتش من ربنا دلوقتي، امتى؟ اللي هو اما يجيب المضطر اذا دعاه. هل انت في حياتك اضطررت اكتر من الاضطرار اللي انت فيه ده؟ انا ما اظنش كده. يعني اصعب مرحله في حياتك هي الفتره دي. انت طالب ثالثه ثانوي، كل اللي فات ما درس، مش عارف ما كانتش حاجه بالنسبه لدلوقتي. ده حاجه هتحدد مستقبلك. التوقف دلوقتي ما عدتش بيها قبل كده، بعد كده الحياه هتحطك في مواقف كتير جدا بعدين، بس ساعتها ربنا هيبقى مديك القدره ان انت تفكر فيها وتحسب لها حساباتها، لان احنا عارفين لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت دلوقتي المقدره بتاعتك قد دوت او اكتر منها كمان، حلو؟ فانت مضطر. بالله عليك بقى ما تلجاش للايه بتاعت اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. افلا تذكرون؟ لا، عايزين نتذكر، عايزين نقرب من ربنا. انت عارف المصيبه فين؟ انت لو ما رجعش لربنا دلوقتي هترجع له امتى يا حبيبي؟ احنا اصلا احنا بنبقى عايزين اي اشياء تعلقنا بربنا. اي، انت عارف لما الواحد يذنب ذنب يمسك في الذنب دوت بقى، بس ده مدخلي، ده مدخل التوبه ان انا ارجع واعدل من نفسي. لما واحد مثلا ينكسر او حاجه تكسر نفسه او حاجه يفشل فيها، تمسك في الحاجه زي دي، هقرب هرجع ربنا من الحته دي. وادعي ربنا ان انت ترجع دايما من الابواب المفتوحه، ما ترجعش غصب عنك. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. يعني ايه ردا جميلا؟ يعني ما استناش بقى ان انا افقد حد عز عليا، ما استناش ان انا اتصاب اتكسر اعمل عشان ارجع لربنا. لا، انا من نفسي كده ارجع ربنا، ارجع ليه ردا جميلا من نفسي، من غير ما اقع في مصيبه تزقني لربنا. انت دلوقتي مضطر، فارجع، لان بعد كده الموضوع فتنه، سواء هتجيب مجموع قليل او مجموع عالي، فتنه بنت لذينة. انت لو جبت مجموع عالي اكثر فتنه كمان. المشكله ان انتوا بعد الناس بعد ما تجيب مجموع عالي، مش كلكم يعني ان شاء الله نتوسم فيكم خير، تلاقي وهم جاي حاط رجل على الرجل وماشي، انا في الساحه واقف لوحدي وانت وصحابك ليه باصين ونمبر 1 ومحدش يا ارض تهدي ما عليك ادي. وبعدين تلاقي بقى بيحط رجل على رجل، اصلا فاهم النظام الجديد، اصلا معتمد على الفهم انتوا كنتوا بتحفظه وانا جبت المجموع دوت، انما اوتيتوه على علم عندي. لا يا اخوي، هي دي المشكله. ده قارون لما بقى معاه اموال وسلطه قال لك ايه؟ انما اوتيتوه على علم عندي. فدي المصيبه اللي انت هتقع فيها بعد الثانويه لو جبت مجموع كويس، هتقول انما اوتيتوه على علم عندي، وهتنسى فضل ربنا عليك. ما تعملش كده، وساعتها ان انت تسجد وتقوم الليل، اللذه بتاعته مش زي دلوقتي. الدعاء جميل وسهل، تعيط بالليل وانت بتصلي، سهل قوي ان انت تحافظ على الصلاه، سهل قوي ان انا اقول لك دلوقتي حافظ على ورد القران وتحافظ، سهل قوي ان انت تغض بصرك، سهل قوي ان انت ما تعملش حاجه حرام دلوقتي. ليه؟ لان انت مضطر. مش هتقابلك في حياتك الفتره اللي جايه على الاقل يعني 5-6 سنين لحد ما تتخرج من الكليه او تشتغل، مش هتقابلك موقف صعب زي دوت تلجأ فيه لربنا. الايه بقى، الايه اللي تخوف، اللي هي بتاع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. ربنا بيستعطف الناس دلوقتي. فلولا اذ جاءهم باسنا، لما جاءهم الباس، لما جالهم المشاكل والصعوبات والاضطرار وضغط الثانويه، تضرعوا. ما كانوش تضرعوا ربنا، فاهمين الفكره؟ ده لما جالهم الباس ما تضرعوش. ربنا بيقول فلولا اذ جاءهم باسنا، ما كانوش تضرعوا. يعني كان المعنى اللي هو ايه؟ امال هتضرعوا امتى؟ لما الباس يزول، لما الثانويه تعدي، هتبقى ترجع لربنا بقى، هتبقى تبطل الذنب اللي انت بتعمله، هتبقى تواظب على الصلاه، مش هتحصل. فده افضل وقت، واعيذك بالله ان انت تعبد الوقت، تعبد رب الوقت، زي ما كنا قلنا في نهايه رمضان بعد رمضان، قلت لكم رب رمضان هو رب شوال. من كان يعبد رمضان فان رمضان قد فات، ومن قد كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. بمعنى ان انا دلوقتي بقول لك قرب من ربنا واكتسبها عاده تفضل معاك طول عمرك. احنا مش جايين شغل مصالح، لو انا محتاج حاجه من ربنا بس شيخنا وهعمل بقى دقني ومش عارف ايه واصلي وسواك وهظبط الدنيا، والبنات همسح الارقام والولاد همسح الارقام وهبطل نم على الناس، وبعد الثانويه بقى كده وكده بقى احنا هنصيع بقى. الكليه دي بتبقى مليطه، ده انا سمعت ان شبين بتبقى خربانه، شارع باريس ده بيبقى مليطه، مش هنخربها. ما انت لو مبيت النيه كده ملهاش لازمه. تمام، كل المواد دلوقتي، ركز اخر حاجه، كل المواد دلوقتي هدفك او شغلك الشاغل ان انت تدور على النقر بتاعت كل ماده وتروح تسدها. انا عارف ان انت عندك مشكله مثلا يعني في الباب الثالث في الكيمياء، عندك مشكله درس مش عارف في الفيزياء في التيار المتردد والمسائل مش مظبوطه، روح سد المشكله دي. طب احل شامل ولا سد المشكله؟ سد المشكله اولا من حل الشامل. طب ما ينفعش امشي الاثنين؟ ده رايي، امشي بالاثنين. بس هقول لك بقى المشكله انت بتقع فيه، ان انت بتبقى عارف
انت اصلا واقع في مشكله وعندك مشاكل في المنهج وحتت لسه ما تسددش وعامل لها جدول هتسدها، تيجي تحل شامل تجيب مثلا 40 من 50 ولا مش عارف تغلط 15 غلطه تقعد تحبط يعني تحمر. يا له ما احنا متفقين ان احنا هنبدا شامل واحنا عارفين ان احنا عندنا مشاكل، ما احنا عارفين ان احنا هنبدا الشامل وهنفضل كل شويه نفتح الكتاب واحنا بنحل. هو انت حد قال لك ان انت مقفل المنهج ورايح تحل شامل؟ ما احنا عارفين ان في نقص. ما تبقاش بقى عيل اللي هو طالع نازل ده، اثبت شويه وما ترميش ودانك لاي حد طريقه، لا تتكلم ولا ما تتكلمش. واحنا عمالين نقول لك ابعد عن الشخص السماوي، ما تبقاش انت الشخص السماوي. ما في ناس مش واخده بالها، بطل اقفل شويه تمام. والله بجد استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. طيب ما زميلتي بتسالنا انا ذاكرت قد ايه، اقول لها ولا ما اقولهاش؟ مش من حقها تسال، مش والله العظيم مش موضوع ان انا بخبي بقى ومش عارف، لا لا خالص. انا عمري ما كنت كده الحمد لله. ولما زمايلي كانوا بيسالوني اعمل ايه بقول لهم تعملوا ايه. انما انت بتذاكر يا جوهري قول لي بس مشكلتك ايه وانا هساعدك. بس قول لها كده، انت مشكلتك ايه وانا هساعدك. عندك مشكله في الاحياء؟ والله انا شايفه ان كذا كذا، وقولي لي بس وهساعدك ان شاء الله لو انا اقدر يعني. انما عايز تعرف انا ذاكرت ليه؟ ليه؟ يعني ايه محل السؤال ده من الاعراب؟ محله من الاعراب ليس له محل من الاعراب، ملوش لازم. ولا تقول انا ذاكرت ايه ولا تسال الناس ما ذاكروا ايه. عندك حد صاحبك او صاحبتك تتوسمي فيها الخير وشايفه ان هي ممكن تساعدك، اساليها اساليها بس. واذكركم ما تنسوهاش حسن حصين، واهم حاجه اهم حاجه الصلاه. اول ما يسال عن العبد يوم القيامه الصلاه تمام. بس اطلع الله انا عايز الحق.